السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان شهر الانجازات ان الامه التي لا تقرا تاريخها لا تسوق مستقبلها هنالك قصص رائعه تحكي لنا عن عمق هذا الشهر المبارك العظيم فلكل امه تاريخ خالد وايام لا تنسى ولا تمحى من سفر حياتها لما لها من أهمية كبيرة في توجيه مصيرها ومسارها ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الحولة والفتح المبينة وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا كما قلت لامتنا الاسلاميه ايام خوالد وذكريات وشواهد حدثت في عمق هذا الشهر المبارك العظيم وان سمينا هذا الشهر العظيم بشتى الاسماء كشهر الايمان او بشهر المواساه او بشهر الانتصارات والتضحيات او بشهر التراويح فهنالك تراويح اراحت افئده المسلمين وازاحت عنهم عبء الهموم والازمات انه حق شهر الانتصارات الكبيره التي غيرت وجه التاريخ واجراه من جديد بدءا من غزوه بدر الكبرى وفتح مكه ومرورا بفتح الاندلس ومعركه بلاط الشهداء وفتح عموريه وحطين وعين جالوت فرمضان له ذاكره في عمق التاريخ المجيد اذ كسر المسلمون فيه شوكه الهوان وصنعوا من التعب والصعب احلاما ناضجه وحطموا قيد المستحيل فسطروا فيه كل الانتصارات العظيمه التي لا تمحى اثارها ولا تبلى جدتها والامه التي لا تقرا تاريخها لا تصوغ مستقبلها غزوه بدر الكبرى هي ام المعارك الكبرى في تاريخ الاسلام العظيم وقد كان سببها كما هو مشهور ومعروف في كتب السير ان عيرا لقريش كانت قادمه من الشام الى مكه بقياده ابي سفيان طبعا في ذلك الوقت لم يكن قد اسلم وكان على الكفر انذاك وكانت هذه العير محمله بخيرات مكه وفيها انفس الأموال فأراد المسلمون أن يغنموا هذه القافلة وستكون ضربة عسكرية قوية لاقتصاد مكة ولذلك عندما تأكد أبو سفيان من سلامة القافلة التجارية أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجحفة يخبرهم بنجاته ونجاة القافلة ويطلب منهم أن يعودوا إلى مكة سالمين غانمين إلا أن أبا جهل رأس الكفر قام فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونشرب الخمور ونطعم الطعام وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا ابدا خاب وخسئ هذا الكافر الملعون خرج من المسلمين نحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المهاجرين والأنصار ولم يعزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج لأن المقصود هو القافلة ولم يكن في علمهم أن هنالك حربا ضروسا ستدور لذلك لم يعاتب من تخلف من هذه عن هذه الغزوة كما عوتب المتخلفون في الغزوات الأخرى في قصة طويلة استطاع أبو سفيان النجاة بالقافلة وكانت قريش قد جهزت جيشا كبيرا قوامه ألف رجل بعدة وعتات فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عقد مجلسا يستشير فيه أصحابه حول هذا الأمر الجلل وكان يقصد بهذا الامر الانصار عليهم الرضوان لانه خشي ان يكونوا قد فهموا من البيعه اي بيعه العقبه الثانيه والتي بناء عليها تمت الهجره ومن ضمن بنودها ان يمنعوا نبينا صلى الله عليه وسلم مما يمنع منه انفسهم وازواجهم وابنائهم فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانصار رضوان الله عليهم قد فهموا ان هذا الامر واجب عليهم فقط في المدينه المنوره ولا يلتزمون به خارج المدينه فاستشار الصحابه رضوان الله عليهم في هذا الامر الجلل فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال واجاد ثم قام الفاروق رضي الله عنه وارضاه فقال واجاد ثم قام المقداد بن الاسود رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما اراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا لهم بخير وكل هؤلاء من المهاجرين الذين هاجروا الى المدينه المنوره من بطش هؤلاء الكفره لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول اشيروا علي ايها الناس فتفطن لها سعد بن معاذ وسعد سيد من السادات قال لك انك تريدنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اجل قال لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعه فامض يا رسول الله لما اردت فنحن معك فهو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارها وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما أمرت به فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك الله أكبر وإن سعدا لوالينا وسيدنا وإن سعدا إذا نشت لنحار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك وقال صلى الله عليه وسلم سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان يقول الراوي والله ما تجاوز الحد الذي حدهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليعدل الصفوف صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قضيب من أراك يعدل به القوم فمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو بارز قليلا في الصف فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك السواك وقال استوي يا سواد فقال يا رسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدني اي دعني اخذ منك حقي فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال لسواد استقد اي خذ حقك قال فاعتنقه فقبل بطنه الشريفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، الان يمكن ان استشهد في هذا المكان فاردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اخر يدل على عظمه هذه المعركه. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه يوم حمي الوطيس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقال عمير بن الحمام بخ بخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها. قال فانك من اهلها فاخرج صاحبنا تمرات من ما يحمل فجعل ياكل منهن ثم قال والله لئن حييت حتى اكل هذه التمرات انها والله لحياه طويله فرمى بهن مرتجزا ثم قال ركدا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد وكل زاد عرضه للنفاد الا التقى والبر والرشاد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لا تذهبوا بعيدا حتى نكمل هذه الجوانب المضيئه عن هذه المعركه الكبرى عدت إليكم من جديد لنكمل هذا الحديث الماتع عن غزوة بدر الكبرى موقف رائع مر مصعب بن عمير رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة بأخيه أبي عزيز بن عمير وكان أبو عزيز مشركا خرج مع المشركين وأسر في هذه المعركة الكبرى مر به واحد من الأنصار يشد يده فقال مصعب رضي الله عنه للانصاري اشدد يدك عليه فان امه ذات متاع لعلها تفديه منك فقال ابو عزيز لمصعب رضي الله عنه اهذه وصاتك بي انت اخي فقال له مصعب انه اي الانصاري اخي دونك الله اكبر هذا الدين دين عظيم انتهت غزوه بدر بانتصار المسلمين على قريش ومقتل قائدهم ابي جهل عمرو بن هشام الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الامه وقد هلك في هذه الغزوه سبعون من كفار مكه واسر منهم سبعون اخرون واستشهد من المسلمين اربعه عشر رجلا سته من المهاجرين وثمانيه من الانصار وكانت هذه المعركه هي المعركه التي انتصر فيها اهل الحق على اهل الباطل في تاريخهم الحربي واكسب هذا الانتصار في تلك الغزوه روحا معنويه عاليه للمسلمين اعطتهم الثقه في انفسهم لمواجهه اعدائهم من يهود المدينه الذين كانوا يكيدون للمسلمين كيدا كبيرا وكذلك مواجهه قريش المشركه فان القوه الروحيه التي اكتسبها المسلمون في غزوه بدر كانت عظيمه حتى زال من قلوبهم الوهن وقذف الله في قلوب اعدائهم الرعب والخوف يقول سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فبعد بدر اصبحت للمسلمين دوله معترف بها اصبحت لهم شوكه قويه ومكانه ووضع مستقر انتقل فيه المسلمون الى مرحله جديده العالم كله قد سمع عن هذه الدوله اليهود اصابهم الرعب والهلع والمشركون قد انهزموا والمنافقون قد ظهروا قزوه بدر الكبرى غيرت مجرى التاريخ لذلك سماها ربنا عز وجل يوم الفرقان وربطها بشهر رمضان من أجل أن نتفكر دائما في هذا الشهر الكريم في بدر وضعت كل قواعد بناء الأمة الإسلامية في غزوة بدر عرف المسلمون أن النصر من عند الله وحده وليس بالعدد ولا العدة فلا يصلح لأمة بعيدة عن ربها وبعيدة عن دينها أن تنتصر واقرأوا سوره الانفال التي تتحدث عن غزوه بدر وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم كيف يمكن لعدد قليل قوامه ثلاثمائه رجل فقط ان يغلبوا الف مقاتل نصرهم الله بالايمان واعانهم بالمطر والنعاس وبالرعب في قلوب الكافرين وَمَنْ النصر الا من عند الله في غزوة بدر زرع الامل في نفوس المسلمين الى يوم القيامة، ما دام الله معك فالنصر لا شك حليفك، هنالك قواعد وأسس وأصول وضعت في غزوة بدر الكبرى، وحدة الصف لا بد منها للنصر، قال تعالى: "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"، هذه القاعدة وضعت في بدر، والتضحية بكل شيء بالنفسِ والمال والوقت والجهد ليتم لك النصر، هذه القاعدة وضعت أيضا في بدر، والإعداد قدر المستطاع لمواجهة الأعداء، قال الله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، هذه القاعدة أيضا وضعت في بدر، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، قاعده ايضا وضعت في بدر، كل قواعد بناء الامه الاسلاميه وضعت في بدر، كل هذه القواعد نتعلمها في شهر رمضان، نتقرب من الله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر في رمضان. نزيد من اواصر الموده والاخوه بين المسلمين وهي قاعده من اهم القواعد التي تبني الامه الاسلاميه تضحي بمالك وجهدك ووقتك في رمضان تقوي صحتك وبدنك ولياقتك في رمضان وبايجاز يكون الجهاد والاعداد له في هذا الشهر المبارك في رمضان وكان ايضا في العشرين من رمضان الفتح الاعظم ذكرى تؤرقني وتخلق عبرتي وتذيب قافيتي على انغامي ذكرى الصحابه والرسول يقودهم وسيوفهم تعلو على الاعلام يتسابقون الى الجهاد كانهم سيل تحدر من مكان سامي ويسير بينهم الرسول كانما شمس تضيء لهم بقلب ظلام وإذا الوطيس حمى وشب أواره كان الرسول مقدما كالحام يحمي الصحابة هل رأيتم قائدا يحمي المقود عجائب الإسلام لقد كان فتح مكة المكرمة حدثا عظيما من الوقائع الفاصلة في تاريخ الإسلام التي عز الله فيها دينه وأذل أعداءه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه متواضعا لربه وجاءه النصر وجاءه الظفر صلى الله عليه وسلم حتى ان مكه بجبالها وبديانها وسهولها تزحف نحو المصطفى صلى الله عليه وسلم مرحبه به وبالركب الميمون دخل بيت الله الحرام تلا كلام الرحمن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وحطم الاصنام وهكذا هي الانتصارات الكبرى في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان المبارك ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وصلى الله تعالى على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته